عم تقول لك عن حماده في اطلال عم تاخذها مامي شو بيطلع بايدي انا لازم ساير العالم كمان اهلا وسهلا ومرحبا باحلى خالتين بالعالم كلياتي ما بتصدقوا قديش فرحانه طايره طايره من الفرحه بجيتكم لعندي اليوم يا حياتي انت ما شاء الله عن جد بتاخذ العقل يعني قاعده احلى من البلودان اي والله I love you, you love me, we are happy family with a big, big hug and a kiss for me to you. Say you love me too. Hello, شو سعدي؟ طبعتوا الفلوت ولا لسه؟ لا لك لقيته ظريف هذا ميتو يا بكر بلوت بيجنن وكل شي فيه حلو أهم شي إنه شايفني وطاير عقله وبقول له اللبن أسود بيقول لي أسود حبيبتي أمرك نيالك لا كتير تفرحي هدول الرجال كلهم هيك بتمسكنوا ولا يتمكنوا بكرة بس يتزوجك رح يخلي أيامك كلها سودة مثل اللبن اللي فرحانة فيه شو هالحكي عليا ليك يطلع فيني لا تردي عليها لا تشوفيها هاي البوست تبعي بالمكتب حبيبتي هاي وحده معقده وبتقول عن كل الرجال بالعالم انهم عديمين شفقه ورحمه اي معها انا معقده وظالمه والرجال كلهم طيبين وحنين بتعرفوا بنات اذا بدنا نعرف الرجال ونفسيته واخلاقه لازم نعرف شو برجه كيف يعني وضحي لنا ست فلكيه رح جاوبك حسب معلوماتي الواسعه بهذا العلم اذا كان برج الحوت بيكون رومانسي ذكي كريم لئيم وبيعاني بطعمه وبلا طعمه اما اذا كان برج الجدي اخ الله يعينك على راسه اليابس بس فكره لماح لا يعلى عليه اما اذا كان برج السرطان يا سعدك ويا هناكي بطعميكي حب وبشربك حب وبيدفسك اغاني كلها حب الله الله عن جد مو طبيعي صبايا بعرفكم على اختي نجلاء شهد اباني عن جد بتحكي يا ريت بقدر غير له برجه لنبيل وساوي له يا السرطان لو تعرفي سلبياته بتتراجعي رجال برج السرطان دبي امه ما بيعمل شيء ولا بيتصرف ولا بيتحرك الا اذا امه امرته شو شهوده كنا دكاتره صرنا علماء فلك ومنجمين كمان اهلا وسهلا فكر اليوم هاي عاونك ميك اب امين بنيره تفضلوا اهلا وسهلا ترى يا علو عملت لي انت اللي قلت عليه ولا جاية اختك ميرا من لبنان عرقت كل الطبخة يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش ولما جه الامير القصر فتح الباب شاف اعوذ بالله اعوذ بالله شو شاف شاف وحش اسود عيونه كبيرة ودنته طويلة وسنانه كبيرة لحد هنا زي انياب ديب ولما شاف الوحش الامير هجم عليه وقعد يعضعض فيه ويبلع يبلع لغاية ما بلعه كله بس الامير ما بيموت ومين قالك الامير ما بيموت ماما قالت الامير ما بيموت لانه بطل يا حدق هو في حد في العالم ده كله ما بيموت ناسي انا خايف يا حرام خلص خلص ما تخافش احكي لك حكايه تانية طيب ايه رايك نلعب لعبه الجنيه شو هي لعبه الجنيه لعبه جميله جدا بس محتاجه شويه دخان عشان تبقى لعبه على اصولها من وين نجيب دخان استناني شويه انا عندي الحل لما عرف وسيم قصة الرسالة ضحك للشبع وحكى قصتها لخالتكم ملك احكي له انتو قبريني ايه خالتي احكي لنا شو ايه بالله احكي لنا هذا وسيم الله يرضى عليه
بيحب المزح ضحك وبيحب يعمل مقالب وفصول بإخواته، فكتب رسالة وعمل منها نسختين، واحدة حطها بدرج أخوها عصام والتانية حطها بدرج أخوها أحمد، وقعد صار يراقبهم ليشوف شو ردة فعلهم، بس هن انكشفوا وعرفوا شو القصة. ضلت الرسالة بكتاب واحد من بيناتهم لحتى اكتشفها أنا بعد 8 سنين ويفور قلبي. يعني احنا طلعنا براءة. اسمحي لي خالتي اقول لك انه وسيم ما معه حق يعمل هيك ابدا، يعني حب يمزح ما بيمزح مع اعراض البنات، كيف لو كانوا هدول البنات بنات خالته يعني مثل اخواته. والله الحق. اتهمتكم وقبل ما اعرف شو القصه. ولا يهمك خالته، المهم انت هلا اطمنتي وارتاح بالي. الحمد لله، الله يريح بالي شو. آمين يا رب. شو بكم؟ ليشك قاعدين مثل الختيارية؟ يلا قوموا قوموا خلونا نغيص شوي. يلا يا جماعة، بيسعدني وبيشرفني انه اقدم لكم احلى صوت بكل الوطن العربي، ميرا. بنات يا خالي، الله وكيلك، ما عم بقدر اطلع احفظ ولا اتنفس ولا روح واجي. بتصدقي هلا مقعده جوزي ليليا؟ شفتك شو عم بحكي؟ والله يا طنط انتو بالقلب، بس تعرفي يعني الدنيا ومشاغلها، هي مع بناتها وانا بين المجله والبيت ما عم بلحق. الله يعطيكم العافيه. كيف الماما؟ الحمد لله بخير. شفتها من سنتين بالسوق ووعدتني انه تجي تزورني، لهلا لا شفتها ولا سمعت منها خبر. وانا بعدك بزياره بالنيابه عنها، والله هي على طول بتسألني عنك. خلص أنا براسي رح جيبها تزورك. وعد؟ وعد. إيه دكتورة، أنت وعدتيني بزيارة للمجلة. إن شاء الله بأول فرصة. عن إذنكم بس لحظة أنا. يلا بالإذن، أنا صار لازم بروح، تأخرت كثير على غنى. شوفي يا أسامة، شوفي والله لك مني، نزعت لي كل مشواري. هلا هذا اللي طلع معك؟ نزعت لك مشوارك أنا؟ على فكرة أنت نازعتي لي حياتي كلها. ليش شوفي؟ لك شو شوفي؟ بنتك جولي طارقتها لفوق رأسها. ليه؟ حممها حممها هلا وتتصمى وتفتح لي باجو أي يومين ثلاثة. لك حممتها حممتها وعم حفظها، بس هي الحفوضة ما عم بعرف منين بتتلزق، ما عم بلاقي لزقها. لك حتى هي صعبة حسام، يعني وين بتتلزق الحفوضة؟ عجنب حسام، الحفوضة عجنب. أوكي أنا بعرف إنها عجنب، بس عم دور عليها ما عم بلاقيها. خلاص خلاص لزقها كيف ما كان، بس اجي انا بحفظها، ما بتعرف تعمل شغله لحالها. روحي روحي، قال استعنت فيكي. على فكره وينك؟ هي اخر مره بتروحي مشوار بتتركيني هيك حايصلا يسمع البنات، عم تفهمي؟ يلا يلا باي باي. شو ما اجلك هيك يا صبايا؟ كيف؟ شايفه؟ امك وين وانا وين؟ شو بتلزقها هاي؟ بابا خليكي اوعي تحركي جاي. يعطيكم العافية بنات.
سريدة وين موني؟ هو ناسي فوق عم بيلعب. اطلعي طمني يعني. لا تخافي مدن، من شوي كنت فوق عم بيلعب كله طمن. ليييي عن جد زمطرنا. شو؟ كلياتنا فتنا لجوا لأنه مو طبيعي شو برد. ايه منيحين فتوا مظبوط، في رسالة برد. شو بدي اقول لك؟ ميرفت وشهد اكلوا راسي بدهم محلي. ايه وانا بدي ادوقك البيتيفورات. تعي تعي. وهي على هالمنظر. دوقي لي هالبيتيفورة، قولي لي شو رأيك؟ عظيمة. هذا اسمه العذاب الحقيقي، بس ما حقدر اكله. ليش بقى؟ عاملة ريجيم. ريجيم؟ ايه انتي بالذات ما بدك ريجيم. شلون ما بدي حبيبتي؟ شان الاستاذ فايز ولو؟ بعدين ما بتعرفيها لخالتك صباح، بكره النق وبكره النق، ما في غير بتقلي مامي حبيبي ديري بالك على ستايلك مشان ما تسمني، وخليكي رشيقة مشان عينه ما تمل منك، هي أكلت راسي عم بتعد علي اللقمة. هاتي هاتي المحلي، هاتي أمرنا لله، يلا يلا. على عين. عشان يطلع لازم اعود بغر اكتر، هروح اجيب عودين واقف. يعني فستانك كمان من عندها؟ حبيبتي هذا روبرتو كافالي، جاب لي اياه فيزو من ايطاليا. كثير خطبك مسبق بصراحه. انا بعرف انه القارب غالي. ما هيك بنات؟ ايه دخيله سارة، دخيله المصاري. مشان الله ما تواخذيني. بس يعني نحن اللي كنا مفكرين انه رنا اكثر وحده محظوظه بيناتنا. ايه وليش لحتى ما نفكر هيك؟ وهي صحتها فرصه زواج، ايه بتحلم فيها كل بنت. ايه لكان؟ ايه زوجها غني وناجح وبحبها وعم يدللها وطاير عقله فيها وحياتها قضتها باحلى دول العالم وفيلا فخمه ومحل تجميل بالبلد وبياخذ العقل وكله هاي هاي. بس والله انا زعلانه على ابنها كثير كثير. ايه والله. خالته ربو الاطفال ما بيرعب كل هالقد، فما في داعي نتحسر على رنا بهالطريقه هي. لك كيف ما بيرعب؟ اه والولد لا بيقدر يركض ولا بيقدر يلعب ولا بيقدر بيبذل اي مجهود. قال ما بيرعب. قال خالتي حبيبتي القصه مو بموني ومرضه، القصه انه طلع جوزها عنده اولاد من مرته الاولانيه. يعني كل شيء حكي كانت تقلنا يا رنا من قبل عن حبه وولائه وعطفه عليها وحنانه، طلع هذا كله كذب بكذب. يعني هي ببساطه كانت عم تمثل علينا. يا حرام. لك ميرفت حاجتك بقى لا تحكي على رنا،
رنا بحياتها ما كذبت على حدا مننا، اكيد القصة فيها انها. حبيبتي انت هيك بتفكري. ايه دي الحمد لله الحمد لله يا رب. ايش هاد؟ تقبريني لا تتأخري، ما بدي ينشغل بالي عليكي. يلا الله معك. طمنيني كيف صار؟ لا الحمد لله صار أحسن. الحمد لله يا رب. تعرفي شو؟ هذا كله من ريحة البخور، لأنه كان معبق البيت عبوق. يا علي صبي مثل الفل، سبحان الله ما بتكمل مع حدا. اي والله ما بتكمل مع حدا جد ولا مع حدا. مامي شيكي على تليفون البيت، بلكي في زوم متصل. لا ما له متصل، شوفي ليكون دقيق على موبايلك، وانتي من لهجتك بموني ما سمعتي الرنة. اي لا ولا حتى متصل عندي على الموبايل. مشغول يا مامي، بيكون مشغول، الغايب عذره معه. ان شاء الله بغيب عنه 100 سنة، ما رح يفكر يرفع سماعة التليفون ويتصل فيني، عم يستناني لأنا أتحركشه. مشغول يا مامي، شبنا سارة؟ خطيبك فايز رجال مقدر، ما له فاضي لحب المراهقين والنطوة ودقدقة التليفونات. يا حبيبتي يا مامي، الرجال ما بيعيبه إلا جيبه، بعدين يلي بده مصاري وعطور وتيورات من أشهر الماركات بده تتركه يروح يشتغل، بده تنسى هالدقدقة والمسجات طول النهار. معك حق، نترك هاي القصص للمراهقات، خلينا نكون أحسن من هاي حبيبتي. ليكي سارة عزميه على الغدا بكرة، بدي سمعه كم كلمة مشان الجهاز والعرس. ايه بيكون ممتاز، بخيل الخبرة يا صبوحتي. ألو فيزو كيفك حياتي؟ والله ما كان قصدي اللي حصل، انا ما كنتش عارف ان موني عيان، انا حبيته قوي ولو حصل له حاجه مش هسامح نفسي. والنبي يا طنط رنا سامحيني، والنبي والنبي. حبيبتي حبيبتي انا بعرف انه مو قصدي.